التقدم الاجتماعي باذن الله اعتقد على ان الدكتوره هتمسك. ان شاء الله باذن الله كلنا. يعني طبعا زي ما حضرتك بتكرر في كل يبقى في وزاره للسكان، ده معناه قياده سياسيه واعيه بالوضع السكاني في مصر. قضيه السكان دي امن قومي. طبعا امن قومي. لما يبقى عندي ناس كتيره بصفات ضعيفه يبقى انا عندي مشكله اكيد في الداخل، واكيد هتخلي مركز مصر دوليا اكيد هتحطه في وضع مختلف. كل ما اقوى داخليا، كل ما يبقى صفاتنا اعلى في المستوى، كل ما تواجدنا على الساحه الدوليه هيبقى اقوى، هيبقى لنا كلمه مسموعه، هيبقى لنا راي مسموع، هيبقى لنا انتاج، هيبقى لنا وضع تاني خالص.